في طبق كشري نغير الموضوع خالص، في طبق كشري بيتباع ب 90 جنيه. اول ما انا ما اكلتوش في الحقيقه، لسه ما اتعرفتش عليه يعني، طبق كشري ب 90 جنيه ده. بس لما اتقال لي انه في طبق كشري ب 90 جنيه فقلت لهم يا جماعه ازاي، فوروني قائمه الاسعار فلقيت ابو 90 جنيه. فسالته طيب ما احنا زمان كنا بناكل كشري اللي هو بيرشوا عليه شويه كبده، بيحطوا عليه شويه لحمه مفرومه. فقلت لهم طب ده عليه اي اضافات يعني، في اي حاجه جديده؟ فطلع انه لا، ما فيهوش اي حاجه جديده، هي عناصر الكشري هي هي بالظبط. لكن واحد من المحلات المشهوره جدا على مستوى صناعه وبيع وانتاج الكشري في مصر حطت السعر ده على طبق كشري. قلنا نسال الاستاذ احمد باشا رئيس شعبه الحاصلات الزراعيه. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. فيما عدا المكرونه كل حاجه من دي حاصلات. تمام يا رئيس. ايه اللي يبرر وجود طبق كشري ب 90 جنيه؟ طيب مبدئيا سلامي لكل الاهل البرنامج عند حضرتك او كل المشاهدين. موضوع طبق كشري ب 90 جنيه ده كلام تهريج. حتى في زياده اسعار حصلت عشان اكون صراحه، بس زياده الاسعار اللي حصلت مش 500% ولا 600%. ايا كان البراند اللي بيبيع ما يهربش ويقول البقوليات بريئه تماما من الزياده اللي حصلت في المحلات الكشري. حضرتك الاسعار ارتفعت، البقوليات بريئه تماما من اي زياده في اسعار محلات الكشري، تماما من اي، ايوه، لان الزياده اللي حصلت في الكشري هي زياده طبيعيه. الزياده في البقوليات اللي حصلت هي زياده طبيعيه، لان احنا دوله مستورده، مستورده للعدس، مستورده للحمص، وفي نفس الوقت المنتج البرودكت نفسه موجود. ايوه موجود، بس زاد قد ايه؟ في حاجات زادت 15%، في حاجات زادت 50%، والحاجات اللي زادت احنا بنعتبرها سلعه ترفيهيه. زي الحمص، حضرتك انت لو كيلو الحمص ب 20 جنيه او ب 50 جنيه. لا يا فندم، هو انا اللي باكل في طبق الكشري على فكره بيبقى فيه مثلا خمس ست حمصات مش اكتر يعني. بالظبط بالظبط، وهتلاقي برضه 20 حبايه عسل. فالارتفاع اللي حصل فهو ارتفاع طبيعي، ما يركبش الزياده بتاعته على اسعار البقوليات. البقوليات هي مسمار الامان للشعب بتاعنا. انت عندك كل السلع يقول لك ربط دولار، يقول مش عارف ايه. احنا ابتدينا كمان نصدر كميات كبيره من البضائع بتاعتنا زي الفاصوليا، زي السمسم، زي اصناف كتير عشان نقدر نوفر الدولار اللي هنقدر نستورد بيه البضاعه. ايوه. فالاصناف موجوده مش خلصانه. اسعارها اتحركت، بس الحركه بتاعتها ما ترفعش 500% او 600%. بس حضرتك بتقول انه طبق الكشري ما حصلش فيه زياده توصل لكده ابدا. لا 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 لا، ممكن زياده مثلا 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه. بس هو عنده ايه غير الكشري ده بيبقى عباره عن ايه؟ عندك حاجات فيه صلصه، وعندك فيه علب، وعندك فيه عماده، كل ده زاد عليه. بس ما فيش حد يوجه للصنف البقوليات بالذات ان الزياده بتاعته ما زادتش عن 25 30%. طبق الكشري نفسه بريء من الزياده دي يا فندم. هم ما بييجوا يبيعوا بيبقوا مأمنين نفسهم بان سعر الطبق مش كل يوم بيسعره، فهو اوريدي بيبقى حاطط الزياده من قبل ما تطلع. بس ده ما ينطبقش برضه على 90 جنيه، ده مأمن نفسه لفين ده؟ يعني سنه كام؟ يعني بس هو ما يوصلش ل 90 جنيه، ده انا بسميه تهريج الصراحه. احنا كده بنستفز الناس وبنستفز الطبقه اللي هي عايشه فعلا على الكشري. معلش، طبق كشري ايه 90 جنيه؟ طبق كشري بناس بثمن نص كيلو لحمه، ده تهريج. طب يعني على الله يعرفه، يعني على الله ما حدش يشتريه فيختفي يعني الطبق ابو 90 جنيه. لا 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 لا، انا بطمن المشاهدين كاداره مجلس اداره غرفه تجاريه، كشعبه حصلات زراعيه، شغالين على مدار ال 24 ساعه في اليوم، عندنا رصد للبضائع اللي داخله جوه البلد. طب انتوا هتكلموا بقى المطعم ده، هتكلموا السلسله دي تقولوا لها اللي بتعملوه ده تهريج زي ما حضرتك قلت؟ يا باشا، ايا كان الاسم هتلاقي في محل كشري او قبله او بعده بيبيع بربع سعره، بيبيع بنص سعره. هروح للي قبله او اللي بعده. بص يا ريس، الغالي ما تشتريهوش. اصل كده ده مش غالي، واتمنى ده كده واتمنى كده واتمنى واتمنى من الناس واتمنى من الناس اي شيء يغلى زياده عن حده يسيبوه. زي ما حضرتك قلت، اللي خلقوه خلق غيره، في اللي قبله وفي اللي بعده. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ احمد الباشر. شكرا جدا يا فندم. شكرا جزيلا رئيس شعبه الحاصلات الزراعيه.
بس بتهزر صحيح.